طيب خلاص نبي نشوف حاجه الحين. طيب دقيقه كذا على الشاشه، تعال 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 تعال، وقف كذا، وقف هنا بالله، عطني المقطع لو سمحت. تعال نضيف ذبحك الحر طبخ حيوه على الراس في ذنبك. اسمع اصبر يا بطل، صرت كويس وما لو لا تأخر على الفقرات وصر قدام الشاشة كل يوم، لا تغيب تكفى يا أخوي. مبروك 100 مليون مشاهدة بالتيك توك يا نواف، واستمر يا بطل. السلام عليكم نواف، استمر يا بطل، صرت كويس وما لو لا تأخر على الفقرات الله يبارك وصر قدام الشاشة كل يوم، لا تغيب تكفى يا أخوي. والله مشاعر مثل خبطة. اشتقت لهم يعني؟ اي بالله محمد وزيالة الله يخليه لك يا رب العالمين. انه سنة نواف لكنه صغير. انا شفت حركاته في من قرادتك. هونك هالي عشان ما يجيك يا عبي. طب عندك اكبر منك؟ والله بس هو عندي اخو اللي اصغر مني الله يرحمه ويغفر له، توفى الله يرحمه. يعني انت اكبر واحد الحين؟ اي بالله انا ومحمد اخوي. الله يخليكم لبعض الله يفرحكم. اللهم جزاك الله خير. على وشي على 100 مليون. الله يبارك بعمرك يا عمودي. ما دريت؟ لا والله ما دريت الا من هالحين. ما دريت؟ اي والله. ما في ما عندكم جوله؟ انا جاي علم والله معكم، والله تبيني اهرب لكم. حتى لو معي ابي اقول له والله ما معي عشان محمد اخوي يبارك لي. تعجبني شجاعتك. الجوال اسمع، تبون عندكم مدسات؟ لا يقول قرب عند الرجال. تخربني انا رجال تراني. قرب عند الخطر تامل. وش معنى؟ في مدس انصحك فيه. لو جاء تفتيش قوي راح ادخل اداره ودس. انا فتش معي الاداره. تعجبني فتش معي الاداره. اسمع ودس ودس لان الجوال يضر الرجال اللي معنا. ودس عندنا احنا جايين هنا الهدف. لا مخليه انا عندهم ما اخذه. بالله ما تاخذه؟ انا رجال سيده. خلكم زي نواف. اي والله خلكم زي ما والله ما يمديني. ذكرني فيني انا لا اهرب ولا شيء ولا اي حاجه. من؟ حطيني في عيني.